مثل كل يوم نصيحة جديدة وموضوع جديد نتكلم عنه. لهالسبب أنا اليوم حبيت أختار الموضوع اللي هو أكثر شائع اليوم بعالمنا وبعالم الميك اب خاصة، يلي الامرأة الشرقية والامرأة الغربية بتعاني منه بالوقت ذاته، وتخصيصا منروح صوب الامرأة اللي عندها تعب بالسكن ومضطرية انها تحط ميك اب. لهالسبب بليز قبل ما تحطي ميك اب، قبل ما تروحي بس على الفاونديشن، ارجوكي الاختيار الصحيح للبرودكت اللي حتستعمليه، الحقي نوعية السكن اللي عندك اذا كانت اويلي سكن ولا دراي سكن ولا عندك كومبينيشن سكن، مش معناتها بس انه يلا حيلا جبنا فاونديشن وحطيني، لأنه البشرة على الفترة الطويلة إذا ما كنت مختارة البرودكت الصحيح وإذا ما كنت مختارة الموضوع الصحيح، البشرة بتتعب وبتفرجينا ميك اب فاسد وغير لائق وإطلالة غير ساحرة. لهالسبب قد ما فينا مننظف السكن مزبوط بالتونيك وال باللوشن، انا هيدا بالنسبة لي موضوع كتير مهم انه يكون في عنا تنظيف للسكن قبل، بنوضع البرودكت الصح وبيختاروا الالوان الصح. الامرأة السمراء انا ما تكلمت عنها، هلا عم بتكلم عنها. الامرأة السمراء بحب قد ما فيه تختار الالوان الداكنة والصارخة، لانه كل ما كانت الالوان داكنة وصارخة كل ما كان الجمال اكثر والجاذبية اكبر. يعني للامرأة السمراء حلو وضع الحمرة البوردو، حلو انها تروح صوب الالوان الغامقة بوردو برونز بني، حلو العين تكون صارخة كمان لانه جمال السمراء انها جذابة. فلهالسبب انا بهمني كتير انها تضل محافظة على الجمال تبعها وعلى الجاذبية، باختار الالوان الغامقة وباختار البرودكت الصح، باختار البرودكت الصح قبل وضعية الميك اب.